بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه الطيبين الأطهار. مشاهدينا الكرام، أحييكم وأرحب بكم في هذا المجلس العطر من مجالس السيرة النبوية الذي يسعد فيه بصحبة كل من الفاضلين الدكتور الخميسي بزاز الباحث في أصول الدين. أهلا وسهلا بك شيخنا. أهلا بك يا أخي حمزة، سعداء بتجدد اللقاء ونحن ومواصلة أسعد المسيرة. الله يسلمك دائما شيخنا أسعد بهذه المجالس وبهذا الحديث. الله يسلمك شيخنا، ونشرف باستضافة الدكتور محمد بن زعمية أستاذ بجامعة البليدة. أهلا وسهلا بك شيخنا. وبكم أهلا ومرحبا أستاذ حمزة وبأستاذنا الفاضل وبجميع المشاهدين والمشاهدات، ونقول للجميع طيبتم وطاب مجلسكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله تعالى أن نقضي معا وقتا ماتعا نافعا مباركا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك شيخنا وشكرا على تلبية الدعوة. إذا مشاهدينا الكرام، كنا في الحلقة الفارطة قد وصلنا إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، وتحدثنا عن هذا الوصول وكيف كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. تعرفنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أطال مدة المكوث 20 يوما، وتفرقت الجموع دون قتال، وكان لوصول النبي صلى الله عليه وسلم ومكوثه بهذا المكان أثر إيجابي كبير تمثل بالمصالحة. هذه المصالحة التي تمثلت في مصالحة يحنة بن روبة صاحب أيلة، الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الجزية، كذلك أهل جرباء وأهل أذرح، كذلك الرجل القوي صاحب النفوذ أكيدر دومة الجندل، الذي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد ثم صالحه. شيخنا، هذا الفعل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه القبائل في ماذا، يعني ما هي رمزيته وما هي أهميته، ثم ماذا سيكون تأثيره على الدولة الإسلامية الناشئة في تلك الفترة؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، تحية لك أستاذ حمزة وتحية للدكتور محمد الذي نتشرف بانضمامه إلى هذه المجالس في هذه الجلسة المباركة، فحياك الله أخي الفاضل. وتحية للإخوة والأخوات المشاهدين الكرام، نحيي الجميع فنقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فعلا أستاذ حمزة، ما تشيرون إليه الآن هو جزئية مهمة جدا، كنا قد أشرنا إليها سريعا في الحلقة الماضية، والحقيقة هي نقطة تحتاج منا إلى بعض الوقفات. ذلك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما ظل في تبوك مدة 20 يوما ينتظر أولئك الأعداء الذين كانوا يتجهزون للخروج لغزو المدينة المنورة، لم نجد لهم أثرا لأنهم تفرقوا خوفا من هذا الخروج الذي قذف بسببه الله عز وجل الرعب في قلوب الأعداء. فظل النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر القوم 24 يوما كاملة، ولكنه لم يجد لهم أثرا، فقد تفرقوا في البلاد. وكان طبيعيا لتفرق هذا الجيش جيش الرومان ومن يواليهم. عندما نتحدث على جيش الرومان نحن نتحدث على الرومان، ولكن نتحدث على العرب أيضا الموالين إلى هذا الجيش الذين دخلوا في المسيحية حتى يحموا نفوذهم ويحموا مصالحهم في هذه المنطقة. إذن هذا عدم مواجهة هؤلاء الناس للنبي صلى الله عليه وسلم جعل تلك القبائل الموجودة في المنطقة تشعر بأنها تواجه حرجا كبيرا جدا، وأن لها بأن تواجه جيشا قوامه 30,000 رجل. هذا الأمر جعل كما ذكرتم أستاذ حمزة عددا من رؤوس هذه القبائل
يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يصالحه، لأنه لا يستطيع أن يواجه مثل هذا الجيش. فجاء كما ذكرت أستاذ حمزة صاحب أيلة يحنى، يحنت ابن كذا، يحنت ابن روبة، هكذا يحنت ابن روبة، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا أهل جرباء وأهل أذرح، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: نحن نقبل بمصالحتك على أن ندفع الجزية وأن نظل في أرضنا وعلى أموالنا وعلى لنا سلطان على أهلنا. فصالحهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وبقي أكيدر صاحب دومة الجندل، وهذا كان متحصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب بعد أن جهز معه جيشا قوامه 420 رجل، قال له: سوف تذهب إلى مكان كذا وستجده بأنه يصيد البقر. فقال له: إذا استسلم فأسره وأتي به. وكذلك كان، فقد خرج علي رضي الله عنه فوجد الرجل كما وصف المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفعلا أكيدر هذا صالح النبي عليه الصلاة والسلام على مال كثير، هذا الرجل كان له أموال كثيرة جدا، فصالح النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 من الإبل، وعلى عدد من الرماح، وعلى عدد من الدروع، يقال بأن عددها 400، وصالح على أن يدفع الجزية. وقد كانت هذه المناسبة فرصة ليكتب النبي عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الناس كتابا بمقتضاه يستطيعون التحرك في الرقعة الجغرافية التي بسط عليها النبي صلى الله عليه وسلم نفوذه بكل أمان. ولكن بالمقابل هؤلاء الناس الذين كانت قوتهم ونفوذهم وأموالهم تصب لفائدة دولة الروم، ها هي المعايير تتغير، وها قد أصبح هؤلاء يصبون في فائدة دولة الإسلام، ولم يعودوا عدوا محاربا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد ربط بينهم بالنبي عليه الصلاة والسلام صلحا. ولا شك أن هذا انتصار كبير جدا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام بتحييده لكل هذه القبائل من الصراع، فلم تعد عدوا مقاتلا، بل على العكس من ذلك أصبحت قوة مصالحة للنبي عليه الصلاة والسلام، أخذت الأمان وأعطت الأمانة للمسلمين. شكرا دكتور خميس بزاز. أستاذ محمد بن زعمية، مع إعادة تقليب أوراق هذا الصلح، ما الذي يمكن أن نفهم خاصة هذا التوفيق الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلح، ماذا سيكون له من أثر في مستقبل الدولة الناشئة مع محيطها الاستراتيجي؟ شكرا أستاذ حمزة، وشكرا لأستاذنا الفاضل على هذه المقدمة الممهدة ممتعة، تعطينا صورة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعمله العظيم الذي قام به في هذه الفترة من الزمن وفي ذلك المكان أيضا. فنقول: وبالله التوفيق، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكمالان على نبينا الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. حقيقة أستاذ حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالآيات والمعجزات، مؤيد في أعماله وأقواله صلى الله عليه وسلم، فمن أدلة ذلك التوفيق الرباني له في هذه الأعمال الجليلة العظيمة التي جاءت يعني فتحا عظيما للإسلام، وانتصارا وانتشارا له في الأفاق مشرقا ومغربا. ولعل من الدلالات العظيمة المهمة في ما تحدث به الأستاذ الفاضل، أولا نقف على أهمية الصلح في الإسلام. هذا لا ريب ولا شك أن الإسلام دين الإصلاح،
ودين جاء يحب الإصلاح، إصلاح ذات البين، وأن يعيش البشر جميعا على قدم المساواة، لا بغض ولا حقد ولا كراهية ولا عنف ولا قتال. الإسلام جاء للدفاع عن المظلومين وليس لإراقة الدماء. يعني عندما خرجت الجيوش الإسلامية لتفتح الأمصار من أجل هذا الغرض، هو رفع القيد والظلم عن الناس الذي كان واقعا عليه، كما قال ربيع بن عامر رضي الله عنه وهو يتحدث مع كسرى عندما سأله ما الذي جاء بكم، قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. بسم الله ما شاء الله. هذا هو. ولذلك يقول جوستاف لوبو المستشرق الفرنسي: ما عرف العالم فاتحين أرحم من العرب، خاضوا معارك كثيرة وكانت الغاية من ذلك هو رفع القيود ورفع الحواجز عن الناس ليروا الحق والنور فيتمسكوا به ولا يخضعوا لعادات فاسدة أو خرافات بائدة أو تقاليد راكدة أو فلسفات غامضة أو ديانات مختلفة يفرضها الأحبار والرهبان وذو السلطان ما أنزل الله بها من سلطان. تشوف باللي فعلا الإسلام لم يأتي بالإكراه أبدا في العقائد، لا تفرض، لا تفرض بالقوة، لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لست عليهم بمسيطر، ما أنت عليهم بجبار. والآيات في هذا كثيرة جدا، يعني تبين وتوضح تمام الوضوح أن الإسلام يعني دين الفطرة، دعوا الناس يختاروه دون إكراه ودون إلجاء، بل هو الفطرة يستجيب لها الإنسان كلما يعني تنحت عنه القيود وبعدت عنه الضغوط التي تمارسها البيئات الفاسدة أو الأنظمة المستبدة. فهنا فعلا النبي صلى الله عليه وسلم فتح هذا المجال توسعة على المسلمين حتى لا تراق الدماء، ورحمة بالناس، يعني هذا أولى الناس، يعني فعلا بعد دخلوا في الإسلام عندما رأوا يعني تعاليمه السمحة ورأوا معاملة المسلمين واحتكوا بالمسلمين، هذا هو الغرض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم غايته هو أن يدخل الناس في الإسلام، يعني كما نزل عليه ملك الجبال يعني يقول له: أنا تحت أمرك إن شئت أطبقت عليهم الأخشابين. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هل قبل هذا العرض رغم ما فيه من يعني تقوية لجانب النبي صلى الله عليه وسلم ورد الاعتبار له بعدما أذي، لكن لم يختار هذا صلى الله عليه وسلم. شكرا دكتور محمد بن زعمية على هذه القراءة في هذا المشهد، مشهد مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض القبائل وبعض الشخصيات الفاعلة في تلك الفترة في تلك المنطقة. دكتور الخميسي بزاز، مع عودة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، في الطريق يحاول بعض المنافقين قتله، هذه حادثة عجيبة خطيرة في حق نبي الرحمة في هذه الفترة بالذات، وهناك من الصحابة من حاول اللحاق بهم وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أسمائهم. كيف كانت هذه الحادثة وكيف يمكن أن نصور مشهدها لنا وللمشاهد حتى نستنبط منها العبرات والعبر؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة، ولكن إذا أذنت لي فقط تثمينا للكلام الذي كان يذكره فضيلة الدكتور محمد، الحقيقة هذا الصلح الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الناس في دليل قاطع على أن هذا الدين لم ينتشر في الأفاق بالقهر والجبر. النبي صلى الله عليه وسلم غلب أولئك الناس، ولكنه مع ذلك عندما جاءوا ليصالحوه صالحهم وأبقاهم على دينهم. ولو كان هذا الدين قد انتصر بالسيف لا ألزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغيروا معتقدهم، ولكنه أبدا ما طلب من أحد من الناس أن يغير معتقده تحت ظل التهديد والوعيد.
بل كان شعار الإسلام دائما لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الذي يريد أن يسلم يسلم وله حقوق المسلمين، والذي يريد أن يظل على معتقده وعلى دينه فله ذلك، ويتوجب عليه ما يتوجب على قومه. الحقيقة هذه الحادثة كما وصفتموها أستاذ حمزة هي حادثة غريبة عجيبة، وهي أن مجموعة من المنافقين، وقد رأينا أستاذ حمزة ولعل المشاهد الكريم يتذكر معنا ذلك، بأننا رأينا بأن بعض المنافقين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن أكثرهم ظلوا في المدينة المنورة، ولكن أكثرهم ولكن بعض قلة منهم خرجوا، ورأينا بعض تصرفهم، فذلك الذي رأى بأن السماء تمطر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم رفض أن يعترف بهذه المعجزة، وقال إنما هي سحابة عابرة، في إشارة إلى أن قلبه قد امتلأ حقدا وحسدا على المسلمين، ولم يتسلل نور الإيمان إلى قلبه، وذلك الذي كان يحاول أن يهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لهم يدعي صاحبكم بأنه نبي وتضيع ناقته ولا يعلم أين هي، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمقولته، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بمكان وجود الناقة في ذلك الوادي، وكيف أن لجامها قد علق بغصن شجرة فلم تتمكن من الحركة. معناه أنه موجود بعض المنافقين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، رغم أن الكثرة الكاثرة بقيت في المدينة، وهم أولئك الذين سوف نتحدث عنهم إن شاء الله تعالى. إذن الذي تحدثنا به كتب السيرة أن نحو 12 رجلا من هؤلاء المنافقين قد تلثموا، وضعوا قناعة على وجوههم حتى لا يعرفوا، وعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة وكان يركب ناقته ومعه عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة متفرقون في ذلك الوادي، فعندما هم النبي صلى الله عليه وسلم بصعود تلك العقبة سمع جلبة، سمع أصواتا تقدم إليه من بعيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت وأدرك المؤامرة وطلب من حذيفة أن يردهم، فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ردهم بحديد كان في يده، أخاف به تلك الدواب التي كانوا يركبونها، فرجعوا عندما أدركوا بأن خطتهم في محاولة الاغتيال قد فشلت، ثم بعد ذلك رجعوا فتسللوا وسط الجيش ورجعوا إلى رحالهم وكأنهم لم يفعلوا شيئا. ولكن الذي غفل عنه هؤلاء الناس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي قد أخبر بأسماء هؤلاء الناس وعرفهم، وأخبر حذيفة بن اليمان بأسمائهم وطلب منه أن لا يقول، فحافظ سر رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسمي منذ ذلك التاريخ هذا الصحابي الجليل بأنه صاحب سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء الناس هم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل وهموا بما لم ينالوا، حاولوا أن ينالوا من النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم لم ينالوا. فانظر أخي حمزة إلى هذا الحجم من الحقد والحسد الذي اختلجوا في صدور هؤلاء الناس الذين زادهم هذا الانتصار الذي حققه النبي عليه الصلاة والسلام، زادهم حقدا وغلا على المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحاولوا أن يقوموا بهذه المؤامرة ولكن الله عز وجل لم يمكنهم من ذلك. وما أتعسها من مؤامرة. نعم مسي بزاز. أستاذ محمد بن زعمية، مع هذا المشهد
العجيب الغريب والتصرف من قبل هؤلاء الأشخاص الذين كان يحسبهم الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم مسلمين مؤمنين حق الإيمان، فإذا بهم منافقون يهمون بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. رحلة النفاق في تاريخ السيرة النبوية طويلة عريضة، وحذيفة بن يمان استؤمن على أسماء هؤلاء، فكيف سيكون رد فعل الصحابة من هذا الموقف؟ نعم، هو أولا يعني المنافقين، يعني هؤلاء المنافقون كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن المنافقين لا يفقهون، بسبب عدم إيمانهم الحقيقي فهم لا يفقهون الموازين ولا يعقلون أن هذا نبي مرسل ومؤيد، فهم يعني لا يزالون على كفرهم، إنما تظاهروا بالإيمان من أجل مصلحة دنيوية عاجلة، فهم وقفوا في وسط في الوسط، إن انتصر المسلمون قالوا إن كنا معكم، وإن خذل وإن هزم المسلمون قالوا نحن نصحناكم ولم تنتصحوا، ويبدون صفحتهم لإخوانهم من الكفرة من المشركين. والنفاق بصفة عامة ظهر في المدينة النبوية. لماذا ظهر في المدينة؟ لم يكن قبل ذلك، لأن المسلمين في مكة ما كانوا مضطهدين، وكان لا يسمع لقولهم إذا تكلموا، ولا يؤبه برأيهم لأنهم مستضعفون، واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. فالناس في مثل هذا المستوى الناس يعني لا ترغبوا أن تكون معهم إلا بداعي الإيمان، لا ينتسب إليهم إلا من هو مؤمن حقا وصدقا. أما بعد المدينة وخاصة بعد غزوة بدر، وبعد أن صار للمسلمين صيت وانتشرت أخبار انتصارهم في غزوة بدر، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني بدأت حركة النفاق تظهر في المدينة النبوية. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يظهرهم بين الحين والحين على فلتات الألسن، ولتعرفنهم في لحن القول، كما قال علي رضي الله عنه: ما أخفى أحد سريرة إلا وأظهرها الله على فلتات لسانه أو صفحات وجهه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من خلال ذلك، والصحابة أيضا يعرفونهم، لكن أظهر ما ظهروا والوقت الذي ظهروا فيه بقوة هو في غزوة تبوك. لماذا؟ لأن هذا الغزوة كما ذكر علماء السيرة كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو غزوة يوري بغيرها، يعني هو لا يذكر للناس اتجاهه الوجهة التي يريدها فعلا، وإنما يوري حتى يعني يخرج الناس، ولا بمعنى لا يجبونه ولا كذا. ولكن في هذا الغزوة، غزوة تبوك بالذات، بيّن الوجهة وحدد المكان الذي سيتوجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون والجيش الذي سيواجهونه، لأن كانت غزوة فعلا صعبة جدا، والعدو الذي سيلاقونه كثير جدا، والمعركة جاءت في وقت الحر الشديد، وبعدت الشقة المسافة، والمدينة طابت ثمارها، وبرد ماؤها وظلها، فكان هذا الوقت يعني لا يخرج إلا مؤمن صادق. فهنا ظهر أولى المنافقون، وظهورهم كان يعني على عدة أشكال، منهم من كان جاء طلبا عدم الخروج، يعني لا يريد الخروج في هذه الغزوة أصلا، هو منتسب للمسلمين وفي صفهم، لكنه جاء يعتذر على عدم الخروج، وجاءوا بأعذار كثيرة جدا، واستعملوا اليمين المغلظة يحلفون بالله كذبا. هذا دائدن المنافقين، أن يستعملوا اتخذوا أيمانهم جنة يعني وقاية لهم، وأيضا الاعتذارات الواهية كما قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني. سنأتي إلى تبيان هذه النقاط.
في ترتيب البرنامج والتوسع فيها في القادم. نعود إلى، لكن يعني هو الخلاصة أنه النفاق خطير جدا، وما يسمى بالطابور الخامس، ما أضر المسلمين في القديم والحديث مثل هؤلاء، لأن الكافر واضح كما قال علي رضي الله عنه تواجه ويواجهك، لكن المنافق وخاصة في حالة الشدة والذي يضر أكثر هو الذي يظهر أنه معك وفي وسط الطريق يتركك، وهذا يعني يؤثر على الصف ويدخل الخلل في الجماعة ويخذل المسلمين ويأتيهم من حيث لم يحتسبوا. فلهذا حذر القرآن الكريم من النفاق. تجد في سورة البقرة مثلا 3 آيات تتحدث عن الكفار و13 آية كلها عن المنافقين، مما يدلك على خطورة هذه الظاهرة التي تنخر للمجتمع المسلم إن شاء الله. نعم، نسأل الله تعالى أن يعيذنا وأن يعيذ الأمة الإسلامية من هذه الظاهرة إن شاء الله رب العالمين. شكرا دكتور محمد بن زعمية. دكتور الخميسي بزاز، النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة العودة عندما وصل إلى جبل أحد استبشر وقال إنه جبل يحبنا ونحبه، وعندما وصل إلى المدينة المنورة قال هذه طابة. هذا الاستبشار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بالأماكن وبأحب الأماكن إليه، كيف يمكن أن نفهمه وكيف يمكن أن نجلي عنه جملة من المفاهيم التي يجب أن تغرس في صدورنا؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة. هو الحقيقة أن النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الأشياء، في تعامله مع المظاهر، مظاهر الحياة، مع الطبيعة، آية من آيات الله، آية من آيات الله في الذوق، ذوق عجيب جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يرجع إلى المدينة المنورة يرى بأن دابته قد ارتاحت من التعب، وبأنها أصبحت تسرع أكثر لأنها تشتاق إلى المدينة المنورة، وهو في هذه العودة في طريق عودته إلى المدينة المنورة من هذا السفر الطويل، لأننا نحن نتحدث على سفر دام 50 يوما، 20 يوم هي مدة المكوث في تبوك، ولكن نتحدث على مسافة شهر جيئة وذهابا. فإذا نحن نتحدث على رحلة شاقة جدا كما رأينا أستاذ حمزة، دامت قرابة 2 شهر، يعني 50 يوما كاملة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى المدينة من بعيد، تلوح بساتينها من بعيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه طابة، وأسماها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى طيبة. ورأى جبل أحد من بعيد شامخا فقال هذا جبل يحبنا ونحبه. يعني هذا الذي أحدثك عنه أخي حمزة هو هذا الحس الجمالي عند المصطفى عليه الصلاة والسلام، الذي يرى بأن الجمادات تملك مشاعر ويستطيع الإنسان أن يحس بهذه المشاعر. فجبل أحد جبل يحبنا ونحبه، فهو يقبل الشعور ويعبر عن هذه المشاعر. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يحن إلى جبل أحد إنما يحن إلى المدينة المنورة، يحن إلى هذا الوطن الذي احتضنه واحتضن دعوته وآوى أصحابه، هذا الوطن الذي آخى فيه بين المهاجرين والأنصار، هذا الوطن الذي دافع عن بيضة الدين ورفع لواء الإسلام وحمى المسلمين من كل الغارات التي جاءتهم من كل مكان. فهذا الحنين يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستشعره مع أوطان نجد فيها هذه المشاعر. وما أروع ردة فعل الصحابة في المدينة المنورة، فقد خرج الصحابة عندما سمعوا بمقدم الجيش، خرجوا لكي يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يعرف بثنيات الوداع، وأنشدوا النشيد الذي
درجة أكثر الناس على أنه قيل في مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أول مرة، ولكنه إن قيل هناك فقد قيل هنا بيقين للمرة الثانية: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فخرج الناس يستبشرون بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بعد هذه الغزوة الشاقة جدا في الظروف الصعبة جدا التي كان أشار الأستاذ إلى بعضها، والتي أشرنا إلى بعض ملابساتها في حلقات قادمة. فإذن هذه هي المشاعر التي يذكيها النبي صلى الله عليه وسلم في كل إنسان مؤمن، أن يجد في قلبه هذه المشاعر إلى المكان الذي يحيا فيه، إلى المكان الذي يعيش فيه، إلى المكان الذي يسجد فيه لرب العالمين، إلى المكان الذي يشم فيه الهواء النقي، إلى المكان الذي يشعر فيه بالأنس وبالأمان وبالراحة، إلى المكان الذي لا يمكن أن يجد مثل هذه المشاعر في غيره من أماكن الدنيا، مهما كانت هذه الأماكن. كل مكان نذهب إليه ونبتعد فيه عن ذلك الوطن الذي عرفنا تربه وماءه وهواءه، نجد بأن هذه القوة الجاذبة إلى هذا الأصل قوية جدا، وتحرك في الإنسان مشاعر لا يستطيع لا أن يعبر عنها، ولا يستطيع أن يكتمها ولا أن يقاومها. شكرا دكتور الخمسي بزاز. دكتور محمد بن زعمية، هذه المشاعر الفياضة التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم على تحريكها، وهذا الذوق الجمالي الذي غرسه في أنفس الصحابة ومن خلاله أنفس البشرية جمعاء في حب أوطانها والتربة التي يسجد فيها الإنسان لربه، كيف يمكن أن نجلي عنها مفهوم المواطنة، حب الوطن، حب الأوطان وما إلى ذلك؟ شكرا أستاذ حمزة. ولعل مما يمكن أن نضيفه تتمة لهذا الحديث الشيق الذي تفضل به الأستاذ عن الذوق الرفيع الذي تميز به النبي صلى الله عليه وسلم ويريد كذلك من خلاله أن يعلمنا أن نكون كذلك، لأنه قدوتنا: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة. أول ما يمكن أن نذكره هو تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متفائلا جدا، لم يكن يعجبه الفأل الحسن. لم يكن للتشاؤم عنده مكان، كانت حياته كلها تفاؤل، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمنون بالله واليوم الآخر، أن لا يضيق أفقهم، أن يكون عندهم يعني ساعة الأمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من تبوك كما جاء في الصحيح أوضع ناقته، يعني أسرع عندما رأى جبل أحد ورأى المدينة، أوضع ناقته وتهلل وجهه وتوجه إلى أحد وقال: هذا جبل يحبنا أحد، يحبنا ونحبه. كان المفروض أنه يتشائم عندما يرى أحد، لأنه وقعت فيه هزيمة للمسلمين وكسرت فيه رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه الشريف وأشاع الناس أنه قد قتل وغير ذلك من المصائب التي وقعت، قتل 70 من صحابته الكرام وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. يعني المتبادر إلى الذهن أن الإنسان يعني في مثل هذا المواطن يتشائم، يعني مكان هذاك يتذكر فيه هذه المصيبة، كما قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني مصيبة أحد. ولكنه عليه الصلاة والسلام ينظر دائما إلى الشيء الإيجابي، لا ينظر إلى النقطة السوداء، كما روي أن أحد الأساتذة كان يدرس للطلاب فأخذ ورقة بيضاء ووضع فيها نقطة سوداء، قال: ماذا ترون؟ قالوا: نرى نقطة سوداء. قال: عجيب لكم، يعني كل هذا البياض لم تروه وتركزون فقط على النقطة السوداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يركز على الأشياء التي تحدث الكآبة في النفس أو التشاؤم، بل يركز على الإيجابيات. انظر إلى أحد، يعني وجبل يحبنا ويحبه، هذا هو المهم، أنه يشعره بأعلى المشاعر وهي مشاعر الحب، تبادل المحبة، يعني هو يحبنا ونحبه. وقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وهذا الحب حقيقي، لأن الله قادر على أن يجعل فيه تمييزا،
فهذه الجمادات لها أيضا تمييز ولها تأثر، تتأثر بالصالحين كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض، قال: إذا مات الإنسان الصالح بكى عليه موضعان، موضع في السماء وموضع في الأرض، وأما غيره فلا تبكي عليه السماء، فما بكت عليهم السماء السماوات والأرض. يعني فالمؤمن يبكي عليه موضع سجوده في الأرض وموضع رفع عمله في السماء عندما يموت. فالبيئة التي يسوقها الدين الشرع الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية يعني بيئة حية تتجاوب وتتناسق وتنسجم مع المؤمن الذي يسبح الله تعالى. الله تعالى في كثير من الآيات يخبرنا عن تسبيح وسجود الجبال والشجر والدواب، وهذه المخلوقات تسبح لله سبحانه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يسبح له السماوات السبع والأرض وما فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وهذا يعطي نظرة الإسلامية للبيئة بخلاف النظرة الغربية التي تهدر البيئة وتتلفها وتفسد فيها. أما المؤمنون فيرون أن هذه البيئة مخلوقة تسبح الله سبحانه وتعالى وتتناغم مع المؤمنين وتحبهم ويحبونها. وأيضا عندما رأى طاب المدينة النبوية كما تفضل الأستاذ، هذا أيضا يفيد ماذا؟ التعلق بالأوطان، أن المسلم ينبغي أن يحب الوطن الذي يعيش فيه، أنه بدون حب لا يمكن أن يقدم شيء لوطنه. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر المسلمون من مكة الوطن الحبيب إليهم وانتقلوا إلى وطن جديد، لابد أن يغرس فيهم هذه القيم وأن يغير فيهم المشاعر حتى يتعلقوا بهذا الوطن الجديد. يعني بلال وما أدراك، يعني اللي عذب في مكة وكان يخرج في وقت الظهيرة والحر الشديد وتوضع الحجارة الثقيلة على صدره ويجلد بالسياط، ومع ذلك عندما هاجر من مكة بقي يحن إليها ومرض مرضا شديدا، حتى كان يرسل تلك الأبيات يقولها: ليت شعري هل أبيتن ليلة وحول إذخير وجليل، وهل أردا مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. وهذه أماكن في مكة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يحول أنظارهم ويوجه قلوبهم إلى أن تتعلق بهذا الوطن الجديد، فيقول: جبل أحد يحبون ويحبون، لأنه في المدينة واد العقيق واد مبارك. دعا لمكة: اللهم حبب إلينا المدينة، عفوا، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد، اللهم إن نبيك إبراهيم دعاك لمكة وأنا أدعوك للمدينة، اللهم بارك في مدها وصاعها. وكان يثني على سكان المدينة أيضا خيرا: اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. كل هذا من أجل التعلق فعلا بهذا الوطن الجديد، وقد كان ذلك فعلا. فأحب المسلمون المدينة النبوية وصارت مهدا للإسلام ومنطلقا للفتوحات الإسلامية وأول مركز للخلافة الإسلامية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. شكرا دكتور محمد بن زعمية على هذه التجليات الرائعة في هذا المشهد من مشاهد حب الأوطان الذي سعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى غرسه في أنفس الصحابة، ومن خلال هذا الغرس كل أنفس البشرية جمعاء على مر الأزمنة والعصور. دكتور الخميسي بزاز، ربما هذه مرحلة، كذلك نقف عند ما تنزلت به سورة التوبة التي سبق لنا وأن قلنا في حلقات فارطة بأنها سميت الفاضحة لأنها فضحت سلوكات المنافقين، حيث وقفت هذه السورة طويلا عند هؤلاء الناس وعرتهم. كيف كان هذا الوقوف؟ لماذا تحدثت هذه الآية؟ لماذا جاءت بهذه الطريقة وما الحكمة؟ بارك الله فيك أستاذ حمزة. فعلا الحقيقة نحن ها هنا أستاذ حمزة، يجب أن نضع أنفسنا في السياق الذي تنزلت فيه آيات سورة التوبة. سورة التوبة من أواخر ما نزل من القرآن الكريم، نحن نتحدث عن السنة التاسعة للهجرة، لهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. نحن نتحدث على مجتمع كان فيه مجموعة من الناس يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان رجاء أن يقع اختلال للموازين
في فرصة من الفرص، ولكن ذلك لم يقع. غزوة الأحزاب مضت وانفض الأحزاب، ومكة التي كانت هي المتآمر الأكبر على المسلمين فتحت وأصبحت دارا للإسلام. فإذا المنافقون في المدينة المنورة لم يبقى أمامهم هامش كبير جدا للمناورة، ومن هنا أظهروا كل العداء الذي يكنونه للإسلام وللمسلمين وللمصطفى عليه الصلاة والسلام. ومن هنا بدأوا يظهرون هذه المؤامرات بشكل جلي جدا. ظهر ذلك في محاولة اغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، ظهر ذلك أيضا في محاولة بناء مسجد ذرار لمسجد النبي عليه الصلاة والسلام كما سنأتي إليه بعد حين. ثم جاءت هذه الغزوة امتحان شديد جدا من رب العالمين حتى يفضح هؤلاء الناس ويجليهم على حقيقتهم. إذن الصورة تحدثت على الملابسات التي أحاطت بخروج المسلمين إلى غزوة العسرة، وكيف أن هذه الغزوة كانت في توقيت صعب جدا، لأن المنافقين كانوا يرفضون أن يخرجوا إلى الغزو في هذا التوقيت، في توقيت الحر. جاءت هذه الغزوة لتتحدث على الاعتذارات الوهمية التي ساقها كثير من هؤلاء الناس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت هذه الآيات أيضا لكي جاءت الصورة، أنا قلت الغزو لا أنا أقصد الصورة، جاءت الصورة أيضا لتبين ما هو الواجب الذي يجب أن ينهض به المسلمون في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أنهم يجب أن ينفروا خفافا وثقالا ويجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء التحذير بأن الله عز وجل ناصره إذا لم ينصره. ثم ذكرت الصورة بعض الأفعال التي قام بها هؤلاء الناس، فإذا وضحت هذه الصورة كثير من التفاصيل التي من المهم جدا أستاذ حمزة أن نقف عند بعضها، لأنها تمثل حقيقة دروسا عملية يجب أن يتعلمها الإنسان المسلم. لماذا؟ لأنها موازين توزن بها أفعال الناس وأقوال الناس، وبها يعرف الصدق من الكذب في دائرة الإيمان. ولأجل هذا هذه الصورة وقفت طويلا، لأجل هذا سماها بعض صحب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الفاضحة، لأنها فضحت أفعال المنافقين وذكرت كثيرا من تفاصيلهم، حتى قال بعض الصحابة والله أصبحنا نعرف أسماءهم من وصف الصورة لهم، لأن الذي جاء يقول له إذن لي ولا تفتني معروف، الذي قال له بأنني أشكو الفاقة في بيتي معروف، الذي قال له لا تنفر في الحر معروف. فإذا فكأنما الصورة جاءت لتعري هؤلاء الناس وأن تبينهم على حقائقهم في مجتمع المدينة المنورة الذي يتهيأ لمرحلة أخرى كبرى بعد عام من هذا التاريخ. فإذا يجب أن يكون المجتمع الذي سينهض بالرسالة بعد عام من هذا التاريخ مجتمعا خاليا من هؤلاء المنافقين ومن سلوكات المنافقين. ولأجل ذلك الصورة وقفت عندهم حتى تفضحهم وتبين قبيح فعالهم. شكرا دكتور الخميسي بزاز على هذا التبيان في تبيان الفاضحة للمنافقين. دكتور محمد بن زعمية، نواصل كذلك الوقوف عند هذا التبيان، تبيان رب العالمين للمنافقين في تلك الفترة وتقديم أعذارهم، ولكن هذه الأعذار ستكون على مر الزمان والمكان أعذارا للمنافقين في كل مرحلة من مراحل حياة الأمة جمعاء. ما الدرس المستفاد والعبر المستفادة من هذا الفضح من خلال آيات الذكر الحكيم؟
نعم فعلا أخي حمزة، ما أقبح النفاق، نعوذ بالله من النفاق، ما أقبحه وما أشنعه. يكفي أن الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة عندما ذكرهم قال سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. لا إله إلا الله. يعني كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه، يعني قال احنا صحيح قال صبرنا وتعذب فعلا في أثناء هذه المدة التي حصر فيها وعزل فيها، تعرض إلى شدة وزلزال كبير جدا، امتحان نعم كبير كما قال الله، كما وصفهم الله، قال كما وصفنا الله تعالى صحيح، يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وأنفسهم. تخيل أنت يا مجتمع كمان ما يهدرش معك كيفاش تعيش؟ قال حتى كأنه تغيرت المدينة، ليست هي المدينة التي أعرفها صحيح، ولا الناس الذين أعرفهم كأني لا أعرفهم. يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. وقال وجاء المعذرون من المنافقين وغيرهم يعتذرون، فأعرض عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن لهم. قال ولكن في الأخير فضحهم الله سبحانه وتعالى ووصفهم بهذه الكلمة الشنيعة إنهم رجس، رجس يعني نجاسة والعياذ بالله، لا قيمة لهم، هم أخص الناس أعر الناس. فهذه الصورة كما تفضل الأستاذ الكريم يعني سماها عبد الله بن العباس رضي الله عنه بالفاضحة، لأنها فضحت كل هذه النفوس التي كانت مندسة في الصف الإسلامي وكانت بين الحين والآخر تتربص للمسلمين، فجاءت الفرصة ففضحهم الله سبحانه وتعالى. أول شيء وقع منهم هو عدم الاستعداد للخروج، لم يكن عندهم استعداد أصلا، كما قال الله تعالى ولو أرادوا الخروج لا يعدوا له عدة، لم يعدوا له عدة. وثانيا جاءوا بالأعذار الواهية، منها هذا الجد بن قيس الذي أنزل الله في هذه الآية، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقط. قال يا رسول الله يعني أنا معروف والناس كله القابلة تعرفوني أني لا أقوى أمام النساء وخاصة النساء بني الأصفر، يعني نساء الروم، وأخشى أن أفتن لو خرجت معك. فأنزل الله فيه يكشف حقيقته، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هؤلاء المنافقين لا يفقهون فعلا، سقط فيما هو أعظم، وسقط في الفتنة وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وعن الركب وعن الجهاد، فهذا فتنة عظيمة جدا وشر مستطير، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. كذلك الحلف الكاذب كانوا يحلفون، وأيضا حتى المتعاطفين مع المسلمين والقضية تاع الجهاد في ضد الروم، جاء هؤلاء المنافقون يثبطون هؤلاء المسلمين ويلمزونهم بالكلمات النابئة الخبيثة، ويلمزونهم في الصدقات، ويلمزون المؤمنين المتطوعين من المؤمنين في الصدقات. يعني فعندما تصدق أحد المسلمين بصدقة كثيرة قالوا إن هذا مراء، وإذا جاء رجل فقير بصدقة قليلة قالوا إن الله غني عن صدقة هذا، فلم ينجو منهم أحد. وكذلك التخذيل، وكذلك الوصول إلى الهم بالقتل للنبي صلى الله عليه وسلم كما تفضل، وهموا بما لم ينالوا، إلى غير ذلك مما كشفهم الله سبحانه وتعالى به في هذه الصورة، صورة براءة، صورة الفاضحة. فلذلك من أراد أن يعرف النفاق كما قال بعض العلماء فما عليه إلا أن يقرأ هذه الصورة ويقرأ تفسيرها ويقرأ. نعم، وتفسير الآية التي نعم. وردت فيها وأسباب نعم. النزول وما إلى ذلك نعم. شكرا لك الدكتور محمد بن زعمية على هذه الوقفات الرائعة في آيات الذكر الحكيم التي تتعلق بهذه الحادثة، موقف المنافقين من السير إلى تبوك. شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور الخميسي بزاز على هذا النزول وعلى هذه الروعة في الطرح. إذن مشاهدينا الكرام كذلك أنتم أشكركم على طيب الإصغاء والمشاهدة، كنتم معنا خلال هذا المجلس العطر من مجالس السيرة النبوية الذي أتينا فيه على بلورة جملة من المواقف التي صدرت وبدرت من المنافقين من السير إلى غزوة تبوك
والتي فضحتها وعرتها صورة التوبة التي سميت بالفاضحة، إلى أن ألقاكم في مجلس آخر من مجالس السيرة النبوية لنواصل التدارس والتباحث في هذه السيرة العطرة، التي نسأل المولى عز وجل أن يجعلنا من المتأسين بأخلاق نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.